لما بيجي يسأل عيان الكورونا ده كل اللي واقفين بيساعدوا، سواء كان في دكتور في عامل في ممرضة، كلنا بنحاول نشد العيان او نجيبهم السرير الترولي او الترولي للسرير، والحمد لله اننا بنشيله غلط. عايزين نتعود ان احنا نشيل العيان بطريقه مظبوطه ونعلم الناس اللي معانا سواء كانوا اكبر او اصغر مننا، نقول لهم لا يا جماعه ده مش هيتشال كده، ده لازم يعني ندفعه بطريقه معينه، عيان الكورونا له طريقه. يبقى زي ما اتكلمنا الايرو ايمنت اند سرفايكال سباين بروتكشن، رابيد اسسمنت اوف ساينز اوف ايرو اوبستراكشن should include inspection of the inspection of foreign body, facial mandibular trachea laryngeal fracture، لو في اي حاجه شايفينها قدامنا خارجيا، والميجر تو استابلش البيتنت الفار بيتنت اير واي. زي ما اتفقنا اول حاجه ان احنا ممكن نعمل جوز فلاش، جوز فلاش ده ان احنا بنيجي بنزق الماوس من هنا كده بس مجرد ما نعمل هايبر اكستنشن، نزق الماوس من ورا كده ممكن نفتح الاير واي، ما نفعلش الطريقه دي. عندنا بعد كده ان احنا يا اما نعمل اندو تراكيال انتوبيشن او يعني اورو تراكيال او نيسو تراكيال، او ان احنا نحط اللي هو الاير واي العادي ده في اير واي البلاستيك ده ومدخلينه فوق العين كده، بس مجرد ان هو يعني يخلي الاير واي مفتوح عشان نقدر نعمل له منه انتوبيشن او بريزنج. اتفقنا على النقطة دي برضه المرة اللي فاتت كان معانا ان اي عيان الجلاس بتاعه اقل من 8 اتفقنا عليه ان هو ده محتاج اير واي، يعني ده كان نوت سكيور اير واي ومحتاج بيتمنت اير واي، يعني اي عيان الجلاس بتاعه اقل من 8 لازم يتحط له انتو تركيب سكيور اير واي. اتكلمنا عن السيرفايكال سباين. If immobilizing devices must be removed temporarily زي مثلا السيرفايكال كولر هي immobilizing device، one member of the trauma team should manually stabilize the patient head and neck using online immobilization technique. يعني لما نكون بنحرك العيان سواء في كولر او ما فيهوش، المفروض ان هو احنا بيبقى حد واقف عند راس العيان، لو اتحركت العيان راسه عندي كده وجسمه قدامي كده، المفروض ان احنا نحط ايدينا كده عشان نثبت السيرفايكال سباين، نحط ايدينا الاثنين حوالين راس العيان كده وايدي على اكتافه عشان دايما راس العيان تبقى انكلوزد ورقبته تبقى كلوز بين ايديا كده، تحس ان هو لو لف كده او كده او جبناه في اي اتجاه ان الحته دي تفضل ان سيم لاين وما يحصلش فيها اي موبلايزيشن، لان دي اخطر حته في التحريك اللي هي ايه عمليه السباين. هنشوف شكل مش عارفه من هنا ولا فين. زي ما اتفقنا اي عيان تروما هنفترض ان عنده سيرفايكال سباين، ده اللوج رولينج مهم قوي ان احنا نشوفه، عايزكم تتعلموه تعملوه يعني فيري ايزي تكنيك، ومهم جدا نتعلم منه حاجات كتير. اللوج رولينج عشان يتعمل كويس لازم يبقى فيه اربع اشخاص يعملوه، ان احنا نحرك عين التروما، مش ممكن واحد او اثنين لوحدهم يشيلوا عين التروما، لا زي ما احنا بنشوف طبعا في الشارع وحتى في المستشفى اللي هم بيبقوا حاطينه على بتاع اللي بيشيلوا بيها ملايه او التيله دي او اي حاجه، واثنين يقوموا ايه كل واحد من ناحيه كده وبيتعزموا جامد ويقوموا شايلينه راميينه في الاسعاف، طبعا بيكون الموضوع باظ بقى. فما ينفعش يتحرك بالطريقه دي، طبعا عين التروما لازم يتشال بالطريقه دي. زي ما احنا شايفين هنا اربعه واقفين، واحد عند راس العيان اللي هو زي ما اتفقنا اللي هو يعمل ان لاين موبلايزيشن للسيرفايكال سباين هيثبت رقبته كويس قوي حتى لو في كورونا، وفي واحد من الناحيه دي وفي اثنين من الناحيه دي، الاثنين من الناحيه دي دول هم اللي هيحركوه، والواحد اللي هو في الناحيه العكسيه اللي هو هنا ده هيدخل البورد، او لو احنا ممكن نكون عايزين مجرد ان احنا نجيبه كده عشان نعمل اكزامينشن للباك نشوف اذا كان فيه غمز او لا ونرجعه مكانه، او ان احنا عايزين نحطه تحت الهارد بورد اللي هو اللي موجود ده اللي هو مش باين في الصوره كويس عشان الاضاءه وحشه، في بورد هنا اهو ممكن نكون هنحطه على البورد عشان ننقله من مكان لمكان، يعني العيان لو على السرير وانا عايز احطه على الترولي او على النقاله او على اي حاجه، المفروض ان انا بحطه على الهارد بورد الاول عشان اشيله كله بالبورد، وبعدين احطه على النقاله دي وبعدين اشيل البورد. فاللي هيحصل ان زي ما انتم شايفين كده ان الاثنين اللي الناحيه دي دول هيحطوا قدامهم، المفروض ان هم يبقوا انترليزم يعني الايدين تبقى عكس بعضها، يعني ممكن تتشال كده لكن الاحسن هم او عاملين كده حاطه ايديها اللي هي الست دي حاطه ايديها عند ركبه العيان وعند البلفس، والشخص الثاني ده حاطط ايديه عند الشولدر وعند تحت الايد هنا عند السايد تقريبا، وهيعملوا عكس بعض كده عشان لما يجوا يحركوا يحركوا از وان يونت. المفروض ان اللي واقف فوق ده هو الليدر بتاع المجموعه اللي هو اللي ماسك السيرفايكال سباين، المفروض ان هو هيعد هيقول 1 2 3 مثلا او 1 2 3 وعند العده الثالثه كلنا هنتحرك في نفس اللحظه بحيث ان احنا نحركه از وان يونت، يبقى العيان ظهره ما اتحركش او ما فيش اي، هو دايما الوان لاين او الموبيلايز بطريقه مظبوطه، مجرد ما هيرفع هيرفع ظهره حاجه بسيطه كده زي ما انتم شايفين هم برضه ماسكين، هيبتدي الشخص ده يحط المقاله يبتدي يزحلقها تحته كده شويه هنا يحطها تحته، وبعدين ينيمه تاني عليها، وبعدين يبتدوا يتنموا بشكل كويس من غير ما يكون حصل اي حاجه ان شاء الله. بعد كده طبعا المفروض ان النقاله دي كمان لو هو بيتنقل مسافه طويله بيبقى في ستراكس وفي حزامه بتتلف حواليه كده عشان ما يتحركش كتير. كل ده طبعا ما بيحصلش، لكن احنا على الاقل يعني النقل جوه المستشفى عندنا لو احنا مودين عين السي تي او نقلهم من مكان لمكان نراعي ان احنا الناس اللي بيشيلوا اذا كانوا عمال او كنا احنا هنشيل معاهم او اي حاجه
ان احنا نعلمهم ونوريهم الطريقه الصح ان احنا نشيل العيان ازاي نثبته او كده بالطريقه دي عشان ما نعملوش كومبليكيشن. اتكلمنا عن الاير واي بعد كده البريزنج والفنتليشن، والحقيقه البريزنج والفنتليشن في حالات الصعوبه يمكن هنتكلم عنها في التفصيل شويه لان دي اهم نقطه مهمنا، لان في فيري سيريس انجري زي ما اتفقنا في اول المحاضره ان في سيريس انجريز كتير بتحصل في الشيست بتخلي البريزنج والفنتليشن فيها مشكله ولازم نعرف نشخصها، وكمان اوقات ان احنا الحاجات السيمبل المفروض ان احنا نعرف نتعامل معاها. فطبعا زي ما اتفقنا ان احنا الاير واي مش كفايه، انا الهدف بتاعي في الاخر ان انا عايز اعمل جود اوكسجينيشن، فانا يهمني الاديكوت فنتليشن اللي هي توصلني في الاخر للاديكوت جاس اكسشينج اللي هو التارجت بتاعي. لما بنيجي بنعمل اكزامينشن للشيست مع حالات التروما بنعمل طبعا فول اكسبوجر زي ما اتفقنا عشان نشوف كويس اذا كان في اي انجريز. في طبعا احنا بنعمل انسبكشن وبالبيشن وبركشن وستبيشن زي ما اتعلمنا في ال طلب لك ان احنا طبعا في التروما بنعمل الاستبيشن الاول. الاستبيشن هي بتدينا اكثر داتا الحقيقه، عشان كده ان احنا بنشوف الاستبيشن نبتدي نسمع التو ران بيتس من اليمين والشمال ومن قدام ومن ورا نشوف اذا كان في اي حته فيها ديفرنشال انتري. بعدين بنعمل بركشن، وبيهمنا قوي في البركشن ان احنا بنشوف الحتت كمان اللي هي لو في ديفرنشال انتري حته، لان انا ده اداني هنت ان الحته دي كده ليه، يعني انا عملت بركشن لقيت الناحيه اليمين مثلا، عملت قصدي استبيشن لقيت الاير انتري في الناحيه اليمين اقل من الناحيه الشمال. طب ما دي يبقى ده فايندنج مهم جدا. انا هعمل بركشن بقى هستفيد ايه؟ انا هقارن ان البركشن نوت في الحته اللي هي فيها ديفرنشال انتري بالحته السليمه. مفترض ان انا هلاقي ايه؟ فكر بركشن الحته اللي فيها الاير انتري ديفرنشال هتبقى هي ريزونانس ولا دار ولا نورمال ولا ايه؟ برافو عليك. هو حسب اللي فيها، ممكن في ثلاث احتمالات. لو لقيت ان في هايبر ريزونانس نو يبقى ده غالبا مينوس تورنس، في هواء زياده يبقى في مينوس تورنس. لو لقيت انها دار هيبقى هنا معناها ان فيها زي الفيوجن الكوليكشن او الهين تورنس ده بلاد كوليكشن زي الكلورال فيوجن هيبقى في دارنس. يبقى لو في دار نو يبقى انا فكرت هنا على طول ان في بليدنج في هين تورنس. طب لو لقيتها نورمال نو يبقى غالبا دي لانج كونفوجن. اللانج كونفيوجن مش هتغير النوت قوي لان لا في اير ولا في بلاد، لكن في الاير انت ديمينش لان في لانج كونفيوجن جامده هتخلي الاير انت ديمينش اللانج تيشو مش كويسه في الحته دي. ففي ثلاث احتمالات لما يبقى الاقي اول مرحله اقول لك استنتيشن الاير انت ديمينش ده عملت بركشن. فكرت انا على طول بقى بالبركشن ده، يا اما ان انا لقيت نيموثوركس هايبر ريزونانت ضل في نيموثوركس لقيت النورمال نوت يبقى في لانج كونفيوجن. بعد كده هنعمل انسبكشن اند بالبيشن. طبعا خلاص بقى كده عرفت بالنسبه لكبيره ايه اللي حصل. انسبكشن والبربيشن لازم برضه يتعمل بطريقه جنتل، اللي انا متوقع ان هي في فراكشر ريبس. ولما بعمل انسبكشن والبربيشن انا طبعا ممكن اعمل مور تروما وفيري بينفول للبيشنت لو انا ضغطت على الحته فيها فراكشر انها بترجعه، والشارب اتش بتاعت الريبس المكسوره دي هتعور اللام بتاعت اللام كونشوشن زي ده. فالمفروض ان انا بعمل اكزامينشن مجرد ان انا لو حسيت كريبتس او كليك تحت ايدي عرفت ان في فراكشر هنا، لكن مش المفروض انها تبقى فيري ديب او كده. طبعا الشيست اكس راي شود بي اوبتنت از سون از بوسبل افتر انتوبيشن اند انيشيشن اوف فنتليشن. لو كان ده محتاج اعمل يعني اذا كان العين محتاج فنتليشن ولا لا، قلنا الشيست اكس راي ده غنى عنها في حالات التروما، وده بارت من البرايمري سيرفير اوديشن اسسمنت. الثلاثه اكس راي اللي اتفقنا عليهم من ضمنها طبعا هي الشيست اكس راي. immediate life threats ايه بقى الحاجات اللي انا بقول لكم مهمه جدا في الشيست انجن لازم نعرفها لانها ممكن تكون لايف threatening. الهيروي اوبستراكشن تنشن نيو ثوركس اوبن نيو ثوركس ماسيف نيو ثوركس كلين شيست داخل كومبوننت. الهيروي اوبستراكشن اه معروف طبعا قلنا ممكن يكون في فورن بودي، ممكن يكون في تروما جامده للارنكس خلت ان في بليدنج او في هيماتوما او اي حاجه قافله الهيروي ممكن يحصل. التنشن نيو ثوركس معناه ان العيان بقى فيه نيو ثوركس. في النيو ثوركس انا معرفش انتوا يعني عارفين الكلام ده ولا مش فاكرينه، فاكرينه اكيد بس مش فاكرينه قوي. يمكن ان في سيمبل نيو ثوركس في اوبن وفي تنشن نيو ثوركس. اختارهم التنشن السيمبل نيو ثوركس ده ان في اير كولكشن في الفلورال سبيستك العيان شغال بياخد كام ثوريا جاي ومفيش مشكله، لان النيو ثوركس ده جوه الفلورا خلاص بقى في اير، لكن هو انكلوز في السبيس ده مش عامل مشكله خلاص، هو اللاند بتفرد الفلورا بتيجي والدنيا ماشيه. الاوبن نيو ثوركس معناه ان في وونت حصل في الشيست مثلا من بره او من جوه في البرونكاي حصل تروما خلت ان الاير بقى بيخش من بدل ما هو ماشي في الاير واي وفي اللانج بس بقى بيخش في الفلورال سبيس وكمان له فتحه. ففي كل يوم ثوركس كل مره ورا عين بياخد نفسه الهواء بيطلع من الفتحه دي او بيخش من الفتحه دي، فدي مشكله برضه في كل يوم ثوركس. اسوأهم واختارهم اللي هو لايف ستريتنج فعلا ما بيتحققش الصوره التنشن يوم ثوركس ده اللي احنا يخصنا قوي او يهمنا قوي ان احنا نعرفه ونتعامل معاه.
التنشن يوم صورك ده بيحصل حاجه اسمها وان واي بالانس، يعني الهواء اللي دخل في الكلورال سبيس عمل مشكله كبيره، يعني كل مره وهو قاعد بياخد نفسه الهواء بيخش الكلورال سبيس ما بيطلعش تاني، وبيخش غيره ما بيطلعش تاني، فايه اللي هيحصل؟ الكلورال سبيس تكبر تعمل كومبريشن على ايه؟ على اللنج، ما بقاش في لنج. ده مش كده بس، ده كمان لما هو المفروض ان الكلورال سبيس ده يبقى نيجاتيف بريشر، وده النيجاتيف بريشر ده اللي بيساعد الهارت او السيركيليشن ان يحصل ايه؟ الفينس ريترز يرجع من الفينس سايد للهارت عشان السيركيليشن تمشي، بيرجع عن طريق نيجاتيف بريشر للشست. فانت لو دخل ايه بقى كتير جوه الكلورال سبيس لو في بوزيتيف بريشر هيحصل مصيبه كبيره، ان الفينس ريترز هيقل وما يبقاش اي دم راجع للعين، السيركيليشن كمان بقى كومبرومايز، هيبتدي العين تلاقي ضغط يوطى، مفيش اي بروفيوجن خلاص ضغطه واطي، مفيش اير انتري، العين مش قادر ياخد نفسه، بقى ديستيك سايلوس النيو فيس كونجست، مصيبه كبيره. لو ما تعاملتش مع النيو سوركس ساعتها التنشن نيو سوركس ده هيروح العين. ما بنتكلم عنها بالتفصيل برضه دلوقتي، هوريك صور ليها ومش هنتعامل معاها ازاي. بس النيو سوركس طبعا النيو سوركس درجات، يعني لو هو نيو سوركس ممكن ساعات تبقى بلاد كولكشن قليله قوي، ممكن انها تمشي كونسرفاتيف وخلاص. لكن لو في مسج هيمو سوركس وانجوينج بليدنج، البليدنج شغال فينا طبعا دي بتبقى سيريس. المفروض ان احنا الاول لو هو فيري سيمبل حاجه بسيطه قوي ممكن ما نعملش حاجه خالص، لو هي اكبر شويه ممكن نركب شيست تشوب، لو لقينا الموضوع اكبر من كده طبعا هو نجيب العين على شيست تشوب، يبقى في سرطات اللي هو سيرجيكال اكسبلوريشن. الفليت شيست مقصود فيه طبعا الفليت شيست ده برضه اللي هو المالتيبل فراكشر ريكس، ان يكون فيه فراكشر في ريكس اكتر من 2 ريكس عند اكتر من ليفل، يعني الريك ما يبقاش مكسور كسره واحده، الريك يبقى مكسور كسرتين. فاللي بيحصل ان هو لما بيبقى فيه سيجمنت مكسور كامل من الحتتين هيتحرك عكس الشيست، زي ما هي في بارادوكسيكال موفمنت، الشيست بيطلع لقدام الحته المكسوره دي ترجع لورا والعكس. طبعا المشكله في الجيل شيست ان هو بيعمل فين جامد وبيعمل لانج كونفيوجن، تبتدي يعمل لانج كونفيوجن حواليه ويدخل العين بعد كده في الاي ار تي اس او الاكيوت ريسبيراتوري ستريس سندروم. عشان كده طبعا ده برضه محتاج ميكانيكال فنتريشن وروح يعني خاص شويه. الكارديو تامبونات اخر حاجه في حاجات اللايف سيتنج اللي هو كولكشن اوف بلاد حو في البريكارديال سبيس، فيبتدي يعمل كومبريشن برضه على الهارت ويمنع الفينس انترن، ونفس فكره التنشن ليمو سوركس ان هي حاجه كومبريسنج ومنع الفينس انترن، فمفيش سيركيليشن هتحصل والعيان هيحصل له كارديال اريست لو ما اتفضلش بسرعه. التنشن ليمو سوركس ده اهم حاجه زي ما اتفقنا بنقابلها وبنشوفها في فريكوينت اذا كلينيكال دايجنوست، يعني مش محتاج انا اعمل اكس راي عشان اقول ان دوت ايه التنشن ليمو سوركس، لان انا مش هلحق، لو استنيت الاكس راي تتعمل العيان هيبقى اريست. انا بشخصه ازاي؟ زي ما اتفقنا العين عنده ريسبيراتوري ستريس اوفر انفليشن، عملنا ريبيرنت ديمينش هايبر ريزونانت نوت، العين بدا ان نفسه وحش ما بياخدش نفسه بسهوله، مفيش بريس ساوند، ضغطه بدا يوطس، انا خلاص سسبكتنج ان هو عنده ممكن كان ديمينش، طبعا ممكن نحسها ممكن ما فهمش قوي، فانا خلاص سسبكت هنا ان في تنشن ليمو سوركس لازم اتعامل معاه على طول. دي صوره فيها تنشن ليمو سوركس، طبعا زي ما اتفقنا ان هو مش راديولوجيكال دايجنوست، لان في الراديولوجي انا اقول ان ده نيمو سوركس، لكن هو تنشن او مش تنشن دي مرتبطه بالكلينيكال ساينس اللي موجوده في العين. هنا زي ما انتم شايفين الحته اللي هي اللون اللي فيها اللي مش عارف البيضاء طبعا وحشه جدا عندكم، ممكن لو حد يقطع الامور اللي هنا ده عشان تشوفوا السريت كويس.
دي صورة ثانية نفس الوضع برضه، المفروض ان احنا اللي هي اللي هي الجي بي ار تشكر هنا دي جيت بلاك او اسود بتعمل بقى هايبر ترانسلوشن بتاع اب تو 3 فورس. هنا في بطل الفراكشر ريبس برضه انا مرتاح عشان اوريك شكل الفراكشر ريبس، ما اعرفش الصور فين برضه ولا عندكم، لكن هنا مكان الاسهم كلها فيها فراكشر، هتلاقي ان الكونتينيوس بتاع التجيب هنا مش كامله، هتلاقي ان البيك ماشي اهو وبعدين حته مكسوره لسه تحت شويه، هنا نفس الكلام هنا نفس الكلام، فوق هنا في فراكشر مالتي فراكشر ريبس. زي ما اتفقنا لو في اكثر من 2 ريبس مكسور، كل واحد فيهم مكسور في اكثر من 1 سيجمنت بنسميه فليل شيفت خلاص. لو الريب مكسور في نقطتين، رجل واحد مكسور في نقطتين، يعني بقى في حته منفصلة خالص عن الثلاثة بيج كانت موجودة في كل ريبس أو أكتر بنسموها فليل شيفت. ده مثل هيموثوركس، هنا طبعا الحتة دي كلها أبيض، طبعا الأبيض ده كله هيموثوركس. دي برضه فيها هيموثوركس في الناحية اللي هي اليمين، في اوبليتريشن هنا بتحط كرونيك انجل وباين ده شكل الفيوجن، لكن في حالات الكروما طبعا هسسبكت ان ده بلاد او انفورس. كنفس الحاله اللي فاتت دي اللي هو